السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم آية. alors جيتكم اليوم une nouvelle vidéo اللي هي la deuxième semaine du développement embryonnaire. bon شوفوا باش نتفاهموا من دوكا، على بالي بلي حيكونوا كاينين دي نوسيون جدد، حيكونوا كاينين بزاف كلمات جدد وتبان لك شويه حتى تلف بيناتهم، مي بصح احكم ورقه وستيلو داكور وكتب معايا باغ اكزومبل 9ème جور وشي صرا 10ème جور وشي صرا 13ème جور وشي صرا اكسيتيرا اكسيتيرا، تشدهم هكا كيما راهم مالغري بالك ماكش فاهم 100%، بصح هادوك هما اللي يطيحوا في لي كو سي ام داكور، سورتو اللي ما عندوش الوقت دوكا تاع الغاتخاباج. سينو نبداو ان شاء الله. لو بلون عندنا انتروداكسيون لانيداسيون. واش معناتها لانيداسيون؟ نيداسيون هي عمليه الزرع. شوفوا ديروا في بالكم زاوج كي يجي يحط البيضه تاعو يحطها في عش، ما يحطهاش هكاك برك يا اخي، كيف كيف مع البويضه الملقحه تاعنا. حنا الخطا اللي فاتت في لا بروميير سيمين دو ديفلوبمون امبريونير حبسنا في البويضه الملقحه، هذيك البويضه الملقحه قلنا تهاجر تهاجر من لا ترومب تاع فالوب، من القناه تاع فالوب تهاجر تهاجر حتى تروح للرحم وتعشش فيه، كي تروح العش تروح تنستالا يا اخي، هذيك الانستالاسيون تاعها الزرع تاعها يعيطولو لا نيداسيون. كيفاش راح تنستالا باش تفهموني مليح مليح؟ شتو في الرحم في الجدار تاع الرحم رايحك شغل تخترقو شويه، ماشي حتخترقو بزاف بزاف باسكو كون تخترقو بزاف راهيك شغل اون مالادي حتولي ريسكي الوسمو تاعها لا غروسيس تاع هاد المرا راهي بزاف ريسكي، باغ كونطخ حتخترقو غير شويه حتخترقو حتى طبقه صغيره دوك نقولو عليها يا اخي، كي تخترقها غير شويه وتكبر كي تكبر ومن بعد البيبي يديفلوبا ويخرج لوتيروس يا اخي، مي بصح وشنو ديروا في بالكم بلي البيضه حتدخل شويه داخل الرحم يعني في الجدار تاع الرحم حتدخل شويه اوكي، هادي واش معناتها لانيداسيون. عندنا تاني لي ترانسفورماسيون دو بلاستوسيست، حبسنا الخطا اللي فاتت في البويضه تاعنا البويضه الملقحه مع الاول سميناها زيغوت، ومن بعد ديك الزيغوت عطاني دو بلاستومير يا اخي زوج خلايا فوالا دو سيلول، ومن بعد هذيك كات بلاستومير كدا، ومن بعد لحقنا الموغولا، وبعد مول الموغولا لحقنا لواحد الصطاد تاع البلاستوسيست اوكي. اللي ما شافش لا فيديو اللي فاتت تاع لا بروميير سيمين يلقي يروح يشوفها باش يفهمني دوكا. ومن بعد هذيك نقراو ابليكاسيون كلينيك اوكي، ابليكاسيون كلينيك سي حاجه فريمون سهله ما كان والو اوكي. Alors, où je parle que y a rappel ta première semaine du développement. Donc, la première semaine du développement embryonnaire correspond aux transformations qui se déroulent du premier jour ta la fécondation, il est très satisfait et le haradak. Au septième jour de la vie de l'embryon, où je mène la première semaine du développement. Elle concerne les phénomènes suivants. Où chisraf premier jour, pardon, où chisraf la première semaine du développement embryonnaire. Ça la fécondation, les ilqah. Ça la segmentation, les tatawur al-bouyda al-mulaqah, hatta lhaqou al-blastocyste. Ça la migration, les bouyda al-mulaqah, rayha tahajir li, hatta tlhaq li al-rahim. Wa adna la formation du blastocyste. فوالا باسكو تكون عندنا ان زيغوت من بعد من زيغوت يولي موغولا من الموغولا يولي بلاستوسيست داكور. اون فيت لا سيغمونطاسيون سي كي نلحقو الموغولا فوالا، هادي هي لا سيغمونطاسيون، مول الموغولا يجيني بلاستوسيست. لا دوزيام سيمين دو ديفلوبمون امبريونير سو ديرول دو سيتيام جور حتى للكاتورزيام للكانزيام جور دو ديفلوبمون امبريونير، باسكو لا بروميير سيمين تخلص في السيتيام جور اوتوماتيكمون دوزيام سيمين تبدا منو، سي لوجيك يا اخي. زيدو لها 7 ايام تقدر تروح حتى ل 15 جوغا. الي ماركي باغ لي زيفينمون سويفون، واش يصرا في لا دوزيام سيمين دو ديفلوبمون امبريونير، حتصرا لي ترانسفورماسيون دو بلاستوسيست. انا هذيك هذيك لا سيلول تاعي خلينا نقولوا عليها بيضه ملقحه يا سيدي معليش، مالغري كو ديباسينا نورمالمون هاد ليطاب نعيطو لها بلاستوسيست، حيصراو لها دي ترانسفورماسيون راح تبدل ماشي حتقعد كيما هي اوكي، حتصرا تاني لامبلونطاسيون كونكوميتونت دو لوف دون لا ميكوز اوتيرين لا نيداسيون. قلت لكم حتصرا عمليه نيداسيون معناتها زرع، يعني هذيك لوف تاعي لوف راح تنستالا في الرحم في الجدار تاع الرحم راح تدخل شويه اوكي، هادي واش معناتها لا نيداسيون برك. الترجمه الحرفيه تاعها لا نيداسيون معناتها الزرع، كي تروح في جوجل ترادكسيون تسيبها زرع شغل تزرع يا اخي. بون واش قال لك لهنايا، او سيتيام جور دو ديفلوبمون امبريونير لو بلاستوسيست ليبيري دو سا زون بيلوسيد سو بريبار ا لامبلونطاسيون. شوفوا معايا
في السيتيام جور تاع الديفلوبمون امبريونير. واش قلنا يسرا؟ قلنا تخلص في السيتيام جور تخلص لا بروميير سيمين دو ديفلوبمون امبريونير وتبدا لا دوزيام سيمين. يا اخي لوف تاعي راهي مازالها في لا زون بيليوسيد. لا زون بيليوسيد هي واحد الطبقه دايره سايره دايره بالبويضه تاعي. يا اخي البويضه ريحت لي بيره منها وقتاش؟ في السيتيام جور. داكور دونك كي سقسيك في كوسيام سيتيام جور شي صرا البلاستوسيست حيت لي بيرام لا زون بيليوسيد كيما راكو تشوفوا لهنايا حيت لي بيرام هاي لا زون بيليوسيد. اوكي اون بعداتيك كي يتلي بيرام لا زون بيليوسيد il va se préparer pour l'implantation العمليه الزرع واللي هي لانيداسيون. اوكي بلاستوسيست الخطا اللي فاتت خلينا هكايا خلينا البوطون امبريونير لا كوتشوفو فيها اون بلو خلينا لو تروفو بلاست لي هو هذا اون فيرساير داير ولو بلاستوسيل هو هذه الكافيتي. قلت لكم نشوفو كلمه السيل généralement c'est cavité rien d'accord شوفوا معايا دقيقه باك نرسمو باش تفهموني مليح مليح. شوفوا معايا انايا عندي لهنايا المهبل يا اخي ومن بعديك عندي الرحم ومن بعديك عندي الترومب تاع فالوب داكور ومن بعد عندي هنا المبيض هنا هذا المبيض وهنايا هذاك واسمو البافيون صح. هنا البيضه الملقحه اكو معايا بلي تكون لهنايا وتبدا تمشي 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 حتى تلحق الكاش بلاصه من الرحم وهي جينيرالمون وين تصرا؟ تصرا في هاد لابارتي هاد لابارتي شغل بوستيريور داكور في البارتي بوستيريور. هاد البويضه تجي وتتنسطالا اكو معايا بلي هذا جدار خلينا نمثلوه بهاد الطريقه باش يجي خير داكور. هي هاد البويضه الملقحه تجي وتدخل في هاد الجدار تخترق الجدار تاع الرحم يا اخي وتتنسطال لهنايا ومن بعد كي لهنا يبدا يكبر البيبي يكبر 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 يخرج لبرا ويعطينا بيبي زعما هذا هو بيبي. هكا تصرى الحاله دونك بصح البديه كامل باش تكون بانه هاد البويضه الملقحه رايحه تخترق لي الجدار تاع الرحم يا اخي. نخليكم مع اون فيديو باش تفهموني خير وخير. شوفوا هاد لا فيديو شوفوها معليش ماكوش فاهمين بيا معليش شوفوها باش تاخدو اون ايدي اوليه تاع واش راهو حيصرا باش تفهموا باسكو انا بهاد لا فيديو اللي فهمت. Implantation of the blastocyst usually occurs 6 to 8 days after fertilization. By the end of day 8, the blastocyst has burrowed into the endometrium of the uterus. At this time, it is composed of two main components: the outer cell mass, the trophoblast, and the inner cell mass, the embryoblast. As the trophoblast makes contact with the endometrium, it differentiates into two layers, an inner cytotrophoblast and an outer syncytiotrophoblast. The embryoblast differentiates into a bilaminar embryonic disc composed of two cell layers, the hypoblast and the epiblast. Soon after the embryonic disc has formed, a cavity begins to appear between the epiblast and the cytotrophoblast, known as the amniotic cavity. Cells originating from the hypoblast begin to migrate, forming a thin membrane, which covers the inner surface of the cytotrophoblast. This is called the exocoelomic membrane. The exocoelomic membrane and cells of the hypoblast together form the walls of the primitive yolk sac. By day 9, the blastocyst is completely embedded in the uterus wall. At this stage of development, the growth of the syncytiotrophoblast and cytotrophoblast is much quicker than the bilaminar embryonic disc. Small holes called lacunae begin to form in the syncytiotrophoblast as it continues to expand. By day 12, the lacunae stop growing and fuse to form large interconnecting spaces called lacunar networks. Capillaries in the endometrium surrounding the developing embryo dilate, forming maternal sinusoids. As the syncytiotrophoblast continues to expand, enzymes begin to erode the lining of the sinusoids
and uterine glands, allowing maternal blood and uterine secretions to flow into the lacunar networks, establishing a uteroplacental circulation. The blood and uterine secretions only come into close proximity to the embryo, allowing the exchange of gases and metabolites. Around the same time, a new population of cells appear between the inner surface of the cytotrophoblast and the outer surface of the primitive yolk sac, known as the extraembryonic mesoderm. Large cavities begin to appear in the extraembryonic mesoderm. These gradually fuse to form one single cavity, called the chorionic cavity. Around 13 days after fertilization, a large portion of the exocoelomic cavity is pinched off, forming a smaller cavity, the secondary yolk sac. By the end of the second week of development, the chorionic cavity enlarges, and the bilaminar embryonic disc is joined to the trophoblast by a band of extraembryonic mesoderm called the connecting stalk, the future umbilical cord. On continue. Bon, دوكا عندكم شويه اون ايدي. عندي انايا اكوشي فين قلت لكم الجدار تاع الرحم راح يخترق. هذاك في الجدار تاع الرحم عندي الطبقه الفوقانيه تاعو يعيطوا لها لوندومتر. حافظوا معايا اوندومتر. دونك انا البيض الملقحه كي نقول لك تخترق لي الجدار تاع الرحم باش تبدا تبدا بلوندومتر، يعني هو اللي تروح ليه. اوكي، ودوك نشوفوا هادو ما كاملوش معناتها. واش قال لك؟ واش قال لك؟ قال لك لا فيكساسيون نو بو افوار ليو كو سي لوتيروس اي اونتري دون سا فاس سيكريتوار. معناتها لوتيروس ديالي، شوفوا شوفوا العنق، شوفوا قلت لكم العنق، شوفوا الرحم تاعي هذا هو الجدار تاعو. شوفوا بارابور لهنايا، هنا مور ما خلصوا لي راجل، شوفوا كيفاش الجدار تاعو كان بزاف هابط، ومن بعد لهنا بدا يتشكل 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 بزاف. سي لوجيك باسكو صرات عمليه اباضه اوفيلاسيون. بون انتما معليش لي ما واش فاهم لوفيلاسيون سي با غاف، ماشي عفسه كبيره. ليسونسييل ديروا في بالكم غير تصرا لوفيلاسيون البروجيستيرون راح يتفرز بكثره. علاه؟ باسكو فرزولي هاد هاد الجريب هذا الفوليكول يعيطولو لو كورجون ولا كورجون. سي بون داكور، ما يهمكمش هاد الانفورماسيون، ما تهمش بزاف باسكو داخله في لوفوجينيز. داكور، ليسونسييل شوفوا شوفوا الجدار تاع الرحم كيفاش ولا كثيف. علاه ولا كثيف؟ باسكو يوجد فيه روحو عش، هذا سي تان عش، حتى انصطلى فيه البويضه الملقحه تاعي، حتى انصطلى فيه لوف تاعي. على بها قالك لهنايا كو سي لوتيروس حيكون في لافاس سيكريتوار. داكور، هادو ما مهموش بزاف، هادو لي زانفورماسيون سي با حاجه واو. دوكا نبداو بالتفصيل واش راهو حيصرا فيه شاك جوغ. هادي اللي لازم تشدوها لي مليح مليح باسكو دوما لي طيحو. قالك في لو سيتيام جوغ لو بلاستوسيست اللي هو البويضه تاعي سو فيكس او نيفو دو لوندومتر. قلت لكم لوندومتر هو هذيك الطبقه الخارجيه كامل تاع تاع الجدار تاع الرحم تاعي. اوكي، حيدخل فيه. سي لو ديبي دو لامبلونطاسيون. هذا واش يصرا في السيتيام جوغ. السيتيام جوغ هو البدايه تاع الدوزيام سومان. في الويتيام جوغ واش يصرا؟ عندي واحد الحاجه واسمها اسمها غريب غريب بزاف، سينسيسيو تروفوبلاست. سينسيسيو تروفوبلاست هذا لو سينسيسيو تروفوبلاست هو عباره عندي سيلول بزاف يعاونوني في اختراق هذاك باردون لوندومتر. سينسيسيو تروفوبلاست يعاونني في اختراق لوندومتر تاعي. داكور، كشغل بزاف دي سيلول، هما عبارة عن بزاف دي سيلول. هذا ما كان لو سينسيسيو تروفوبلاست سانفيلتر، يدخل اونتر لي سيلول دو لا ميكوز اوتيرين بيرميتون لو باساج دو بلاستوسيست دو بلاستوسيست دون لوندومتر. يعني لو سينسيسيو تروفوبلاست هذوما لي سيلول بزاف اللي راهم بالبيج، باردون على الحس. هاد لو سينسيسيو تروفوبلاست اللي هما لي سيلول بزاف اللي راهم بالبيج يا اخي هما اللي حيعاونوا لو بلاستوسيست تاعي باش يخترق لي لوندومتر ويدخل لي داخل. بون ونحبست انايا. قلت لكم لو جور 8 لو سينسيسيو تروفوبلاست تاعي اللي هو هاد بزاف تاع لي سيلول، ما يهمكمش منين جاوا خلونا،
هادو هما هما اللي عاونوني في الاختراق تاع لوندومتر. اختراق اسمه لوندومتر. تري بيان. ويدخلوا لي في الجدار تاع الرحم باش تدخل البويضه. في الجور 10 شوفوا انا ننتقلوا بالعقل بالعقل اورت كرونولوجيك. في الجور 10 لو بلاستوسيست تاعي يعني لوف est entièrement enchâssé dans le chorion de l'endomètre. Alhamdoulilah, lehnaya le blastocyste tاعي راهي entièrement دخلت. خلاص شوفوا دخلت كامل. شوفوا شتو با شتو بلي دخلت كامل هاو لوندومتر دخلت كامل صح. entre le 10e et le 12e jour l'épithélium utérin rétablit sa continuité. L'épithélium utérin qui dit épithélium utérin dit l'endomètre تاعي تاع مقبيله اللي دخلنا عن طريق شغل هو البوابه يا اخي يا جماعه l'épithélium utérin يعاود يبني روحه ما يخليش روحه هكاك مخترق داكوغ ما يخليش روحه هكاك مخترق وعفسها برك هكا انفورماسيون ما تحيروش في هذه اللي دخلت تقولوا اه تما كيفاش هذا البيبي حيتربى داخل اللحمه تاع الرحم لا 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 البيبي بعد كي يكبر يخرج لبرا اوتوماتيكمون يا اخي ما تحيروش فيه لي ترانسفورماسيون دو بلاستوسيست دوكا حنقراو على لي ترانسفورماسيون دو بلاستوسيست علاش دوكا تبدلت الحاله باسكو دوكا واش كنا نقراو يا جماعه كنا نقراو كيفاش صرات لانيداسيون عمليه الزرع كيفاش هذاك البلاستوسيست تزرع داخل الجدار تاع الرحم دخل داخل اللحمه نهضر معكم هكا باش تفهموني باسكو هاد العفايس تمنيت تكون واحد فاهمهم لي كيما هكا نشكر في روحي زعما المهم لي ترانسفورماسيون دو بلاستوسيست في لي ترانسفورماسيون دو بلاستوسيست في الويتيام جور روماركيو بلي ياك شغل عاودنا ولينا للور لا لا ما عاودناش ولينا للور باسكو ديروا في بالكم بلي راهي تصرى او ميم طون راهي تصرى لانيداسيون عمليه الزرع مي او ميم طون البلاستوسيس تاعي راهو يتحول يا اخي دونك في الويتيام جور صراو عفايس في لانيداسيون تاع سينسيسيو تروفوبلاست صرات حاجه صرا ايفينمون مي او ميم طون في البلاستوسيس صرا ايفينمون فهمتوني ما نضيعوش الوقت دونك نديروا نيداسيون او ميم طون نديروا ترانسفورماسيون تاع البلاستوسيس ليزونسييل في الويتيام جور قلنا لو تروفوبلاست سو ديفيرونسي اون دو كوش يا جماعه شنو هو التروفوبلاست نعاود نولي للور لا لا نعاود شنو نولي للور نوريكم لهنا اكو شايفين على هذه لو بلاستوسيس تاعي البلاستوسيس ماشي قلت لكم هذا لو ساير داير بالخضر لو فير كلير هذايا ماشي قلت لكم اسمه لو تروفوبلاست صح هذا لو تروفوبلاست رايح يديفيرونسي شغل il va se différencier يعني حيتميز يتميز الى ماذا اون دو كوش كوش انترن سيلولير يعيطوا لها سيتو تروفوبلاست دوك نشوفوها وكوش اكسترن سانسيسيال يعيطوا لها سانسيسيو تروفوبلاست صح دوك واحد يجي يسقسيني يقول لي ياه سانسيسيو تروفوبلاست انا شتو الفوقا هو اللي عاوني باش دخلت انا في هذاك الجدار تاع الرحم وي عندك الحق هذاك سانسيسيو تروفوبلاست ماشي قلت لكم الفوقا ما تحوسوش تفهموا منين جا دوكا رانا حنحوسو نفهمو منين جا سانسيسيو تروفوبلاست منين اصلو من تروفوبلاست تروفوبلاست تمايز لي عطالي سانسيسيو تروفوبلاست اللي هو هذا الباج باردون واللي بيه قدرت ندخل انايا في الجدار تاع الرحم وعطاني تاني لو سيتو تروفوبلاست لو سيتو تروفوبلاست وين راهو نهبطو لهنايا ما كاش هنايا الديابو هذايا شويه هذا هو ليسونسييل لو سيتو تروفوبلاست هذا هو يا جماعه هذا سانسيسيو تروفوبلاست هو اللي راهو اون فير فونسي ولو سيتو تروفوبلاست هو اللي راهو اون فير كلير يا اخي هذا هو اوكي سيتو تروفوبلاست اللي راهو اون فير كلير والاخر فير فونسي هو اللي خلاني ندخل وهذايا هو اللي دخلت عن طريقه لوندومتر داكوغ هذا ما كان دونك بسم الله اون فا كونتينيوي واش عندنا لو بوتون امبريونير وشنو هو لو بوتون امبريونير وين راهو اصلا داكوغ نروحو لبلاستوسيست تاعنا هاو لبلاستوسيست تاعنا فيه لو بوتون امبريونير اللي راهو اون بلو لا كوشافيين داكوغ هذا لو بوتون امبريونير اللي راهو اون بلو تاني راح يتميز il va se différencier en deux couches OK une couche externe à cellules hôtes يعيطوا لهم ليبيبلاست et une couche interne à petites cellules يعيطوا لها ليبوبلاست واش معناتها هاد الهضره
لازم نشوفوهم باش نقدروا نفهموا، سينو ما انا فاهمين والو جوسكا ماتنو ما انا فاهمين والو. شوفوا معايا نهبط لكم لهاد الديسان خير. اكو معايا بلي لو سانسي سو تروفو بلاست اللي راهو اون فيغ، لو سيتو تروفو بلاست اللي راهو اون فيغ كلير، يا اخي لو سانسي سو اللي راهو اون فيغ بون فونسي داكور صح. السانسي سو ولو سيتو تروفو بلاست للزوج منين جاو؟ جاو من لو تروفو بلاست لاكو شايفين عليه هذا لو تروفو بلاست. ومن بعد هاتيك ليبي بلاست اي لو ليبوبلاست منين جاوني؟ جاوني من لو بوطون امبريونير. اوكي ليبي بلاست شنو هو؟ هو هذا اللي راهو اون بلو داكور، و الاخر ليبوبلاست هو اللي راهو من تحت داكور، اللي راهو هذا الصفر. ديروا في بالكم برك بلي هذا لو بوطون شغل تقسم على زوج برك، هذا ما كان طبقه فوقانيه اسمها ليبي بلاست، طبقه تحتانيه اسمها ايبوبلاست. شغل زعما واحد كيهبط له السكر وش يقولوا صاتلو ايبوغليسيمي يا اخي، ايبو شغل تحت جاي من تحت يا اخي، هذا ما كان ايبوبلاست. برك ديروا في بالكم عفسه بلي ليبوبلاست عنده اسماء وحد اخرين، عنده لونتوبلاست داكور، عنده اونتوبلاست بريميتيف. دونك هذا هنايا كيما لهنا هذا الصفر واش مسميينو؟ مسميينو اونتوبلاست. بصح هذا شكرا نقولوا له اونتوبلاست ولا نقولوا له ايبوبلاست كيف كيف داكور، تختلف التسميات برك، هذا ما كان عنده بزاف اسماوات. اوكي alors troisièmement un des lipoblastes se creuse d'une cavité c'est la formation de la cavité amniotique. Lipoblast شكون هو lipoblast؟ هو هذاك الفوقاني اللي راكو شايفين، هذاك الفوقاني اللي راهو هنايا اون بلو هذا، ولا حبيتوا تقولوا عليه هذا اللي راهو منا اون فيولي يا اخي. il va se creuser d'une cavité حد شكلي هاد لا كافيتي هذه، هاد لا كافيتي حيتو لها لا كافيتي امنيوتيك داكور، هاي كافيتي شغل تقبه من الاخر كافيتي امنيوتيك. هذا ما كان هاد الامور وقتاش يصراو؟ يصراو في الويتيام جوغ، شفاو لي عليهم وحفظوهم وقتاش يصراو في الويتيام جوغ. اوكي روماركيو بلي صراو بزاف عفايس شغل ما لا نهايه، تمنياك شغل ما لا نهايه بصح مقلوب هذا ما كان. 9e et 10e jour. اوكي واش يصرا؟ اباريسيون دو لاكون دون لو سانسيسيو تروفوبلاست. اكو شايفين على لو سانسيسيو تروفوبلاست هذاك اللي يدخل يخترق لي الجدار تاع الرحم، هذاك لو سانسيسيو تروفوبلاست حيظهروا فيه واحد لي لاكون، واحد لي ديبرسيون هكا، ومن بعد ان شاء الله يتعمروا بالدم يا اخي لي لاكون. باش علاش؟ باش من بعد ان شاء الله لو بيبي يرجع يدي الماكله تاعو من عند الام يا اخي، على بالكم بها نورمالمون هذه. Formation de la membrane de Ehlers. Membrane de Ehlers, hadia, هي هذه اللي راهي بالصفر. Membrane de Ehlers منين جات؟ ما جاتش هكا وحدها برك. À partir de l'hypoblast. اكو عارفين بلي l'hypoblast هو هذاك اللي تحتاني قلت لكم ايبو معناتها عفسه من تحت. يا اخي l'hypoblast التحتاني رايح يصرالو امتداد. الامتداد تاع هذا l'hypoblast تعطيني لا membrane de Ehlers. هاي سايره دايره بالصفر كيما راكو تشوفوا. هذه لا ميمبران دو اوزور كي فا ديليميتي اون نوفيل كافيتي. هاد لا كافيتي الوسطانيه هذه راك تشوفوا هاد لا كافيتي الوسطانيه على بالي مقبيله كان عندها اسم واحد اخر يا ربي شكون مسمينها؟ ايه كنا مسمينها بلاستوسيل. اكو شايفين بلي كان اسمها هذه بلاستوسيل بصح دوكا ما يرجعش اسمها بلاستوسيل، حيرجع اسمها فيزيكول فيتيلين بريميتيف. هذه هي عباكم ساينتيست كل دقيقه يبدلوا الاسم، كل دقيقه غير تبدل حفصه صغيره يبدلوا الاسم. دونك يرجع اسمها دوكا فيزيكول فيتيلين بريميتيف. اوكي تري بيان تري بيان اكسبتي اكسبتي سي انفورماسيون يفو اكسبتي. المهم يصرا في 9ييم 10ييم جو، في 10ييم و 13ييم جو واش يصرا؟ لي لاكون سينسي لي لاكون سينسيسيال واش معناتها لي لاكون سينسيسيال؟ معناتها لي لاكون لي جايين في لو سينسيسيوم سوفغ دون لي كابيلير ماتيرنيل، يعني يتفتحوا على الشعيرات الدمويه تاع الام. سي لو ديبي دو لا سيركولاسيون اوتيرو بلاسينتير، هذه هي الدخله تاع لا سيركولاسيون يعني الدوره الدمويه اوتيرو يعني جايه من كلمه يوتيروس بلاسينتير ماشي ما. دونك هنا ان شاء الله وين البيبي ان فات يعني البويضه تقدر تدي مغذيات من عند الام اون كيلكو سورت فوالا. Apparition du mésenchyme extra-embryonnaire ou mésoblaste extra-embryonnaire. واش معناتها هاد الهضره؟ داكور انايا شوفوا معايا دقيقه، entre la membrane de Ehlers ou entre le c'est اسمو le cytotrophoblast entre la membrane de Ehlers et le cytotrophoblast راهم لاصقين راكم معايا بلي ملاصقين صح بصح دوكا ما يولوش لاصقين، تظهر لي واحد الطبقه، هذيك الطبقه اسمها ميزونشيم. روماركيو معايا لهنايا
باللي راك تشوفو لو بالاحمر اللي راهو بالاحمر هو لو سيتو تروفوبلاست. بدلوا له اللون برك، الفعلي ما يبدلولوش اللون، ما يبو معليش يجيب لكم ربي بلي دم ولا تاني، لا لا ماشي دم. قلت لكم اونتر لو سيتو تروفوبلاست اي اونتر لا ممبران دو اوزر، شوفوا واش عندي، هذه اللي فيها شغل كي شغل النجوم، هذه هي الغاز. هذا الغاز وشنو هي؟ سي اون ميزونشيم اكسترا امبريونير. هذا ما كان apparition du mésenchyme extra-embryonnaire ou mésoblaste extra-embryonnaire entre le cytotrophoblaste en dehors de et la vésicule vitelline primitive. D'accord, donc à dire c'est la vésicule vitelline primitive, avec la cavité avec. D'accord, هذا مكان. حاول ترسم لك برك لهنايا. في 13e jour, formation de la vésicule vitelline secondaire. حتكون كاينه vésicule vitelline. اكو معايا بلي هاد لا كافيتي هادي واش اسمها vésicule vitelline primitive يعني اوليه، ومبعديك واحد الطبقه منها راه تتقطع. كي راه تتقطع يولي عندها اسم واحد اخر. دوك هاد الكافيتي، الكافيتي ما يقعدش اسمها vésicule vitelline primitive، يرجع اسمها vésicule vitelline secondaire. قلت لكم لي ساينتيست غير تصرع في صغيره بك يحب يبدلها الاسم، خلاص دوك رجع اسمها فيزيكول فيتيلين سكوندير، راهي تقطعت هادية وهبطت لتحت. هادي ما تحاولوش تفهموا عليها باسكو اصلا ما عطاونا اوكين انفورماسيون عليها في ديابو. هذا ما كان دوك رجع اسمها هذيك الكافيتي رجع اسمها فيزيكول فيتيلين سكوندير. داكوغ توجور في 13 جو واش صرا؟ apparition des villosités trophoblastiques primaires faites d'un axe de cytotrophoblastes entouré de syncytiaux trophoblastes. حتى صرا حيظهروا دي فيلوزيتي تروفوبلاستيك بريمير. هادو هما لي فيلوزيتي تروفوبلاستيك بريمير منين جاو؟ جاو من لو سيتوتروفوبلاست و لو سانسيسيو تروفوبلاست. ها هم لهنايا لي فيلوزيتي هادوما اللي نهضروا عليهم. هادي سي اون انفورماسيون ا اكسيبتي. داكوغ. Le 15e jour, dans le mésenchyme تاعي, la couche fine, elle est le mésenchyme تاعي. Mésenchyme تاعي هو هذاك الغاز اللي فيه النجوم. اللي راهو entre le cytotrophoblast ou la cavité vitelline primaire. Donc رجع اسمها vésicule vitelline primaire. Donc رجع اسمها vésicule vitelline secondaire. Le 15e jour, le mésenchyme هذا اللي نهضر عليه apparaissent des cavités qui confluent et donnent une grande cavité. Ça. Est-ce le stylum externe? يعني واش معناتها اثر ابارسيون دي كافيتي؟ شغل حتى ابارسيون تاع واحد لي كافيتي 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 كافيتي، هادو هما لي كافيتي شغل رايحين يتكونفلوا فيما بيناتهم اي دون اون غروند كافيتي اللي هي لو سيلوم اكسترن. اوكي دونك انت الى سقسك على لو سيلوم اكسترن وقتاش يظهر؟ حيظهر في لو 15 جور. لو سيلوم اكسترن ها هو، راك تشوفوا هذه لا بارتي البيضاء كامله اللي داخل، هذا هو لو سيلوم اكسترن. دوكا ريبارتيسيون دو ميزونشيم اكسترا امبريونير. شوفوا معايا لا لام كوريال واش معناتها؟ سي لو ميزونشيم بلاكي كونتر لا فاس انترن دو سيتو تروفوبلاست. بون سيتو تروفوبلاست وين راهو لو سيتو تروفوبلاست؟ سيتو تروفوبلاست هذا اللي راهو بالغاز يا اخي، اللي راهو بالغاز لو ميزونشيم بلاكي كونتر لا فاس انترن دو سيتو تروفوبلاست. كونتر لا فاس انترن هاي لا لام كوريال، هاي هي لا لام كوريال جايه في لا فاس انترن يعني دخلانيه داكوغ تاع لو سيتو تروفوبلاست. داكوغ روز فونسي هو لو سيتو تروفوبلاست، وهذا اللي راهو بال شنو يهضرو كروفيت فوالا كيلكو سورت هو هي لا لام كوريال. هذه هي لا لام كوريال. Le pédicule embryonnaire, c'est le mésenchyme compris entre le toit de la cavité amniotique et le cytotrophoblast. Pédicule, pardon, embryonnaire. Où est-ce que c'est le pédicule embryonnaire? C'est le pédicule embryonnaire, mais le fort. Où est-ce que c'est le mésenchyme compris entre le toit de la cavité amniotique. Où est la cavité amniotique? Il y a des trucs. Cavité amniotique et le cytotrophoblast. يعني حب يقول بمعنى اخر بيديكول امبريونير جاي من الفوق جاي قريب لا كافيتي امنيوتيك، بصح لا لام كوريال جايه من تحت يعني جايه في البلاصه اللي ما راهوش فيها يعني طل عليه بصح ماهيش قدامه، طل على لا كافيتي امنيوتيك بصح راهي بعيده عليها لا لام كوريال. اوكي بصح البيديكول راهو قدام الكافيتي امنيوتيك. زيدوا لي
La splanchnopleure ou عندنا le somatopleure. هذه اختارتها في يوتيوب وعجبتني بزاف الطفله اللي قالتها يعطيها الصحه الله يعطيها نتمنى ان شاء الله. قالت لك سوماتو سوما شغل صامت يا اخي. شوفوا لي تحتانيه السوماتوبلور هذه سوماتوبلور سوماتوبلور اكسترا امبريونير سي لو ميزونشيم بلاكي على سيرفاس اكسترن دو لا كافيتي امنيوتيك. امنيوتيك شغل امين واحد انسان اسمه امين. هذا امين صامت يا اخي هذا مكان امين صامت دونك سوماتوبلور وين جاي قدام لا كافيتي امنيوتيك يا اخي. سوماتوبلور كي تحوس عليها في الراس متاعك وين راهي سوماتوبلور جايه من هنايا قدام لا كافيتي امنيوتيك. Par contre, le splanchnopleure extra-embryonnaire, c'est le mésenchyme plaqué contre la face externe de la paroi de cytocèle secondaire. Splanchnopleure, j'ai le nerf. Par contre, somatopleure, j'ai le comme ça, je connais un la cavité amniotique. Ok. À la fin de la deuxième semaine, la sphère choréale a la structure suivante. Un disque embryonnaire dédermique. شوفوا معايا. شوفوا ما كيتوب لي ديدرميك يعني عنده زوج ديسك. شو ان ديسك ديدرميك زوج طبقات. كيقول لك تريدرميك معناتها ثلاث طبقات. هذا عنده ديسك ديدرميك. داكور هذه هي لا فيناليتي تاعي يعني يدير الزبده. افيك ليبيبلاست جاي سوبرفيسيال وليبوبلاست جاي من تحت. قلت لكم ايبو معناتها لتحت شغل ايبوغليسيمي جاي من تحت. ليبوبلاست هذاك التحتاني. ليبيبلاست هذاك الفوقاني الزرق. يعني اون كافيتي امنيوتيك كافيتي امنيوتيك جايه فوق لو ديسك امبريونير هذه هي لا كافيتي امنيوتيك داكور هذيك هي اون فيزيكول فيتيلين سكوندير يا اخي قلنا مع الاول كامل كان اسمها فيزيكول فيتيلين بريما ومن بعد رجع اسمها سكوندير يا اخي لاكو شافين اوكي فيزيكول فيتيلين سكوندير جايه تحت لو ديسك امبريونير تما راهي جايه تحته ها هي لا فيزيكول فيتيلين سكوندير هذه هي اوكي صح. Cet ensemble baigne dans le cilium externe. يعني هذا الانسامبل هذا وين راهو يعوم في السيلوم اكسترن هذا اللي راهو بالابيض هو السيلوم اكسترن اوكي. عندي ثاني لا بيديكول امبريونير سي ان فيتور كوردون امبيليكال رولي لي ستركتور سيسيتي او تروفوبلاست. البيديكول هذا هو لو بيديكول هو اللي راح يرويلي il va relier pardon les structures les هضرنا عليهم il va relier ces structures au trophoblaste وهذا مكان ماشي حاجه كبيره بزاف اوكي. Pour l'application clinique la grossesse extra utérine capable ساعات يصراو غلطات اسمعوني مليح وين البويضه هذيك تاعي تعشش لي لوف تاعي تعشش لي في لا ترومب اوتيرين. ايماجين هنا زعما يقعد يكبر بيبي لهنايا كارثه على بالكم شغل ما يلقاش بلاصه اصلا كي يجي حيدخل شويه اللحمه ما خلاص شغل كباب يتقطعوا هنا لي نير ترى اون ليزيون تاع لي نير اكسيتيرا اوكي. دونك الغروسيس اكسترا اوتيرين ماهيش مليحه يعني اللي تصرا برا لوتيروس ماهيش مليحه اقراو باك تفهموا ان شاء الله نورمالمون باسكو سي با فريمون امبورطون شغل الا تفهموها برك يعني تفهموها ماشي كيما الاخرين حفيظه والدنيا. بون اكزاما كومبليمونتير ا دوموندي نروحو نقيسو لو دوزاج دو لا بيتا اسي جي. سي كوا لا بيتا اسي جي؟ سي تون هرمون سيكريتي بار لو سانسيسيو تروفوبلاست. علاش فيتو عليه لو سانسيسيو تروفوبلاست؟ انا سانسيسيو تروفوبلاست مستحيل نقدر نلقاه كون ما تكونش عندي كون ما صراتش عندي فيكونداسيون وما عنديش زعما ان فيتور بيبي. دونك الا صبت الدوزاج تاع البيتا اسي جي طالع هذا دليل قاطع بلي ودي كابابل عندي كابابل هاد لافا ما حتكون اونسانت يا خي. Elle est présentée dans la circulation sanguine une semaine après la fécondation. يعني سمعنا مور لا فيكونداسيون نقدر نعرف لا فام هذيك اسكو لي اونسانت ولا لا لا. سا بوزيتيفيتي بيرمي دافيرمي ليكزيستونس دون غروسيس. اون فيت هاد الدوزاج دو بيتا اسي جي اون فيت سي غار يعني شكون اللي يحط واحد ديرو تشقي روحها وكذا تخلي روحها حتى يجوها زعما دي نوزي ولا جو سي با انايا ولا ان غوتار ولا باش تشوف روحها اسكو راهي اونسانت ولا لا لا. Faire une échographie abdominopelvienne, à des bains. Donc, pour la maladie, il y a la grossesse extra-utérine, GUU. Pour le traitement, il y a la chirurgie, mais il y a la chirurgie. Donc, c'est une urgence chirurgicale absolue. Le traitement repose sur la chirurgie. Comme dans la deuxième semaine du développement embryonnaire, je vous remercie de la troisième semaine, au moins de la semaine.